السلام عليكم أحوال طيبة، كلشي هاني ومهانية، اللهم لك الحمد. بادئا ببدء، لابد ما كنشكر أولا كنشكر يعني عائلتي، شجرات القرابة يعني بصفة عامة، كنشكر الأم ديالي، كنشكر الإخوان اللي واكبوني يعني وساندوني حتى وصلت لهذا المستوى هذا، فالشكر الجزيل. تنشكر بالطبع الزوجة ديالي اللي هي بالطبع ساندتني وكانت من المشجعين ديالي لما ناقشت معها هذه الفكرة ديال الورشة، فكانت هي يعني كانت من الناس الأوائل بالطبع اللي أجبات الفكرة وشجعتني أنني نقتصر معكم. كنشكركم كاملين يعني كاع الناس اللي علقوا على الفيديو الاول اللي ما كانش بشكل رسمي، كان فيديو يعني بطريقه بحال قلنا يعني شخصيه، يعني لانه كان هذاك مجرد اعلان، يعني ما اعلنتش طب يعني كان اعلان على الورشه بصفه عامه، ولكن ما عطيتش يعني تفاصيل لي ديتاي على يعني المحاور الاساسيه ديال الورشه، يعني درت بصفه عامه. ان شاء الله في هذا الفيديو المقبل غادي تعرفوا اكثر على هذه الورشه، وغادي نحاول نجاوبكم اكثر على مجموعه من الاسئله. فتنشكر كاع الناس اللي ساندوا، كاع الناس اللي اتصلوا بيا هاتفيا، الناس اللي جاوا لعندي هنئوني، الناس اللي عقبوا اللي علقوا في جميع يعني القواعد يعني ولا لي سيبور، سواء يوتيوب فيسبوك واتساب تليجرام، يعني فهاد يعني هاد الأسس كاملة يعني وهاد الأرضيات كاملة اللي علقتو عليها. فأنا تنشكركم جزيل الشكر، وبكم حنا إن شاء الله باش غادي نزيدو لقدام، لأن هاد الورشة ما كتهمنيش أنا بوحدي، ولكن هاد الورشة كتهمنا كاملين، كتهم كاع الشعب يعني المغربي اللي كيطمح انه يزيد لقدام ويواكب العصر، لان كيف تلاحظوا ان هذه التجاره اللي هي بدات يعني كتنتشر، خصوصا انتشرت يعني بشكل كبير كيف قلت الفيديو السابق، انتشرت بزاف في امريكان شيئا ما، الفكره كتنتشر في فرنسا، الآن في المغرب مازال ما انتشرتش، ولهذا فيجب علينا أن نحاول ما أمكن أننا نزيد ننشرها وننشرها بشكل كبير. ف يعني كيفية يعني أول حاجة شنو هو يعني علاش هاد الورشة؟ هاد الورشة كتمكنكم يعني كتمكنكم كيفاش تأسسوا شركة، شركة بالطبع على انترنت ولكن بدون استثمار، يعني احنا ما كنحاولوش اننا نبيعو شي منتوج ولا لا، بالعكس احنا هذا يعني مجرد يعني مازال شي نشوفوه بالطبع في هذا الفيديو، احنا مجرد يعني كنحاولو نستمروا الافكار اللي عندنا ونهيئوها بشكل خاص ونحاولو نردوها بشكل مشروع. يعني كيفاش يعني نأسسو شركة بدون استثمار، كيفاش هاد الورشة غادي توريكم يعني كيفاش تحققوا الذات ديالكم وتحققوا الحلم اللي الانسان كله كيحلم به انه يدير مشروعه الخاص به، وكيفاش يعني يكون استقلال مالي، يعني كل شيء كيطمح ان يكون عنده استقلال مالي، وغادي يكون يعني كيف كنقولوا يكون يعني الحمد لله يكون الكفاف والعفاف، هذا هو اللي مهم يعني، وتكون عنده اون ريشيس، يعني باش نقولوا لا ريشيس هو لا ريشيس، اول شيء هي حاله ذهنيه، يعني سي ان ايتا ديسبري، فوالا دونك لا ريشيس ايتا ان ايتا ديسبري، هي حاله ذهنيه. وكيف يعني كيف كيقولوا بوغ افوار لا ريشيس il faut vivre la richesse ou pour avoir le succès il faut vivre ou bien pour atteindre le succès il faut vivre le succès. يعني باش نكون غني خصني نعيش الغنى في الافكار ديالي بالطبع، وفاش نكون يعني نبغي نحقق النجاح فانا خصني النجاح نعيش النجاح نعيشه داخليا، يعني
التفكير ديالي. يعني بزاف الأسئلة يعني كانت طرحت، لماذا بالمجان؟ هذا الورشة بالمجان لأن أول حاجة هو هدف إنساني في البداية، ثاني حاجة الشريحة المستهدفة هما الناس اللي ما عندهمش الإمكانيات باش يديرهم مشروعهم الخاص، يعني فالناس اللي بإمكان أنها تشري لها، يعني تشري لها فورماسيون وأنها تتبع معاك بالمال، فهم عندهم إمكانيات يمكن لهم أنهم يديروا مشروعهم الخاص. لكن الناس اللي الشريحة المستهدفة، الناس اللي ما عندهاش الإمكانيات، الناس اللي كتطمح أنها تبدل حياتها، أنها فطور بداية يعني باش تعرف دي تهديلها وتزيد من قدام، هو من الشريحة هذا المستفادة الاستفادة والمستهدفة من هذه يعني الورشة. لو التام ديال هذا ديال هذه الورشة، أو الموضوع أو القضية ديال هذه الورشة، هي الانفوبرونيا. فالتجارة الإلكترونية يعني كاين الانفوبرونيا وكاينة الويب برونيا. الويب برونيا هو يعني البيع اللي هو عبارة عن أشياء يعني أو دي برودوي، يعني منتوجات اللي هي موجودة، يعني مثلا كتب موجودة أو أدوات تجميل، إضافة إلى منتوجات تجميل، جميع المنتوجات اللي هي موجودة في السوق يمكننا أننا نديرها على شكل يعني على شكل فيترين يمكننا نبيعها. هذا كيتسمى بالويب برينا ولا ويب برونيا. ونورمالمون هاد الويب برونيا يمكننا نستعملو بزاف الأشياء مثل أمازون. يعني يمكن كاين بعض الطرق اللي كانت مزيانة هو أنك كتدخل امازون كتشوف مثلا المنتوج اللي مستعمل بزاف، مثلا غادي ندير في لا ريشيرش ساك بوغ فام، تعطيوني لي ساك بوغ فام اللي كاينين، كنشوف لي ساك بوغ فام اللي موجودين، شوف الاثمنه، كناخذ فكره، كندير واحد البحث اخر في يعني ركزوا معايا في المساله، راه مهمه كاين الناس كتربح بيها فلوس بزاف. كدير يعني كي قلت يعني ريشيرش ولا كدير بحث في امازون على ساك بوغ فام، من كتشوف الثمن يعني البيع كنولي كندير نفس لا غوشيغش ساك بوغ فام في علي بابا ديال لاشين. دونك فاش كتشوف الأثمنة اللي كاينة في علي بابا كنلقى الثمن بخس، يعني رخيص جدا، فكنشري يعني هاد المنتوجات مثلا ساك بوغ فام كنشري، يعني هما تيطلبوا يعني العدد القليل هو 1000، يعني 1000 حبة، يعني 1000 لا كونتيتي ديالها، يعني 1000 يونيتي 1000 يونيتي، دونك 1000 حبة تنشريها، وكندوزها نيشان كندوزها لعلي بابا، هما اللي كيتكلفوا يعني بسميتو لا ديستريبيسيون ديالها ولا لا ليفريزون ديالها، التسليم ديالها لعلي امازون. امازون في نفس الوقت بدورها فاش كتربح، يعني فاش كتبيع كتعطيك لو بورسونتاج ديالك، وبهذا كتربح، يعني تكون دخل اللي هو مهم جدا، ولكن هذا تطلب رأس مال، في حين أن الانفوبرونيا اللي يعني هو التام ديال هذا الورشة، الانفوبرونيا ما تطلبش رأس مال، تطلب شوية من الوقت، تطلب التركيز، تطلب إنسان يكون كيجتهد، إنسان كيكون كيبحث، إنسان يلقى الطريق الصحيح ويلقى الاستراتيجية اللي غادي نوريكم إن شاء الله اللي هي مهمة. فالانتربرونيا يعني شنو كنديروا بها الانتربرونيا؟ كان يعني كناخذوا هي تسمى بيع المعرفه، يعني كنبيع المعرفه، يعني كنشوف عندك واحد الفكره اللي هي مهمه، غادي نقول لكم كيفاش ديروا تبحثوا عن الفكره وكيفاش غادي نهيكلوا هذه الفكره. هذه الفكره كتهيكل وكتحول الى منتوج، يعني منتوج قابل للبيع لواحد الفئه المستهدفه، وبالتالي فغادي يعني تتكون يعني كيكون مدخول مهم جدا، وهذا هو اللي مهم. يعني انا على ما قلت انا يعني كاين واحد الآلية البيع اللي هي البصمه ديالي والاستراتيجيه اللي هي مهمه، من بعد توفر لك المال وتوفر لك الراحه وتوفر لك بزاف الاشياء. ف هذا هو يعني بالمميزات ديال المنخرطين في هذه الورشه. فالمنخرطين في هذه الورشه يعني بعد جميع يعني مجموعة من العراقيل القتام البارد، يعني بزاف تقريبا 10 سنين في الميدان ديال الاستثمار والبحث في الانترنت إلى غير ذلك. ف يعني هاد الخلاصة ديال التجارة اللي قريت انتوما كتلقاوها يعني كنقولوا يعني خالصة. ف يعني
هاد العراقيل اللي كاينه واللي كانت قبل بسبب نقص في الاليات اللي يمكن لكم تخدموا بها ولا في الاستراتيجيه اللي يمكن لكم تخدموا بها باش تحققوا الارباح. فالحمد لله يعني هنا هاد الورشه كنوفرها لكم بشكل بسيط وبالمساهمه ديالكم انتوما وبالاسئله ديالكم وبالمساعده ديال الناس اللي هما يعني عجبتهم الفكره وتضامنوا معنا فالورشه الورشه. ف يعني بهذه الورشه غتمكنكم من تطوير المداخيل ديالكم، غتمكنكم من تسويق المنتوجات، تاسيس مشروع يعني بدون راس المال، فهذا شكل كبير. وهذه الورشه غادي تتم في 9 خطوات، يعني 9 المراحل. اولا يعني في الفيديو المقبل ان شاء الله غادي تشوفوا التهيئ النفسي، يعني الحاله الذهنيه اللي خصكم تكونوا بها واللي غادي تخليكم انكم تحققوا يعني تحققوا مدخول وتحققوا الذات ديالكم في هذا المشروع على اللي غادي يكون خاص بكم. المرحله الثانيه هي كيفيه البحث عن فكره، يعني كاينه طرق اللي هي مهمه جدا، يعني بزاف الناس اللي يحطوا عراقيل لا ما يمكنش لا هذه لا بالعكس. يعني هنا غادي نحاول نستحضر واحد المثال، كانت واحد التجربه داروها باحثين امريكيين، قبضوا قرش وشافوا كيفاش كيتصرف مع الاسماك الاخرى. ف يعني القرش تحت ملي تيشوف السمك كينقض عليه بواحد الطريقه اللي هي طبعا خاصه بالقرش. ف يعني السمكه الاولى السمكه الثانيه على غير ذلك شنو داروا، داروا واحد يعني واحد الزجاج، واحد الحاجز من الزجاج بين القرش وبين السمك. فلما القرش كان كيبغي ينقض على يعني على الفريسه ديالو بطريقه ديالو خاصه، فكان كيضرب في الزاجه وكيرجع المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه حتى ولا كيشوف السمكه ديالو ما بقاش يقد انه لان عارف بان كاين الزاجه. شنو داروا، حيدوا الزاجه وخلاو السمكه دازت. داز السمكه اش بقاش كيشوف فيها وما قدش ينقض عليها، يعني بالنسبه لي انه كاين حاجز. فدازت الفرصة الأولى، إلا السمكة الأولى ما نقصش عليها، السمكة الثانية السمكة الثالثة تدوزو في راس قدامو وما كينقصش عليهم. يعني حتى نتوما ما تخليوش الزجاجة قدامكم، راه ما كاينة لا زجاجة ما كاين لا أوبستاكل ما كاين حتى شي حاجة. إنسان تيدير دراسة في المشروع ديالو تكون مدروس، يعني تكون مدروسة تكون يعني مركبة بطريقة جيدة بيان ستركتوري، وإنسان يتكل على الله والحمد لله ربي ما غاديش يخيب، ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. الجانب الثالث نحاولوا نناقشوا فيه الجانب القانوني، طبعا عليه شكل مهم جدا جدا جدا، يعني ضروري باش تكون يعني عندك مؤسسه مهيكله ولا كتخدم يعني بشكل قانوني بشكل مضبوط اللي كيخدم اقتصاد البلاد، فهذا مهم جدا. المحور الرابع او الخطوه الرابعه هي هيكلة المعلومة، يعني المعلومة اللي عندك كيفاش غادي نديرو نهيكلوها، كيفاش غتلقى يعني كيفاش غادي تحولها إلى منتوج، باش غادي نشوفو يعني بتدقيق جدا. ويعني هنا في هاد الفكرة يعني كنت نقولو حنا هيكلة المعلومة كتدخل فيها حتى يعني كيفاش تتحولها إلى محتوى غني قابل للبيع، يعني داك المحتوى غادي نشوفو يعني شنو هما الأسس اللي يمكن تخليك انك تحوله الى منتوج يعني قابل للبيع لان الناس مطلوب عليه. والحمد لله امثله كثيره 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 يعني نجحت. المرحله الخامسه هي كيفيه اداره المداخيل وجني الارباح وتخلي الشيفر دافير ديالك يعني يعني في تصاعد. المرحله السادسه هو تشكيل لائحه ديال الزبناء، وكيف تنقولوا حنا تشكيل لائحه الزبناء هو مصدر القوه. المرحلة السابعة هي مرحلة الأدوات، وهي اللي مهمة جدا جدا، مرحلة الأدوات والبرامج التي يتم استعمالها، وهذه هي المفاجأة اللي مخليكم المرحلة السابعة مهمة جدا، وهي اللي فيها البصمة ديالي بشكل يعني متميز إن شاء الله بحول الله والله يوفقنا. المرحلة الثامنة يعني كيفية التموضع في أولى المراتب في محركات البحث، يعني بوزيسيونمون ولو ريفيرونسمون. المرحلة التاسعة والأخيرة هي تشكيل فريق للعمل اللي غادي يخليك يعني تكون دائما يعني يخليك تتعامل مع السوق ومع متطلبات السوق. في النهاية باش تخرج محافظين على تكون ديما يعني موتيفي وديما متحمسين،
ولكن طريقة متميزة كيستعملوها يعني لي كوتش اللي هي مهمة. رجعوا الذاكرة ديالكم مزيان وغادي تفكروا بأن واحد النهار لقيتوا التراك كاملة مشتتة إلا رحمة الله سبحانه وتعالى. ف يعني بمساعدة الله سبحانه وتعالى قديتوا أنكم تحققوا داكشي اللي باغيين، قديتوا أنكم تحققوا داكشي اللي باغيين. كي تيقول لي الأمريكان يس وصلت للمستوى، ف لما جات يعني ماشي مشكل كنقول هو كنقول مثابة غادي تحدي ماشي قوة الطاقة ولا غادي يكون تحدي. كاين شي مشكل كاين تحدي قدامكم تحدي من استرجع يعني الذكريات اللي كانت قبل وخليت انا يعني كانت يعني نفرضو مثال يعني عويصة المشاكل اللي يعني او التحديات اللي كانت طلبت مني اجتهاد طلبت مني يعني حاولت كيفاش نتعامل مع هذا وقوقني وانني نجحت يس. حتى انت وقم يوقف قدام شي تحدي فكر انك من قبل تغلبتي عليه وتحتاج عليه وتوفيق الله سبحانه وتعالى يس. حتى دابا ما تحطو حتى شي مستقبل قدامكم ان شاء الله قدامنا خير. معكم هشام جينو فيلالي، كنتمنى الفيديو الجاي ان شاء الله يعني الخطوة الأولى غادي تكون تفاصيل أدق بالنسبة لنا الرجاء. ولا تنساوش هذا عمل إنساني، حاولوا أنكم تبارطاجيوه يعني تقتسموه مع الناس. فالفيديوهات المقبلة إن شاء الله غادي تخلينا أننا نزيدو نعرفو بعضياتنا أكثر ونزيدو أننا نسقلو هاد الورشة. وموعدنا إن شاء الله في الفيديو المقبل، وإلى اللقاء. السلام عليكم، معكم هشام عينو الفيلالي. اللي ما كيعرفنيش ما عليه غير يقلب اي محرك بحث ويدير هشام عينو الفيلالي غادي يلقى الحياه الفنيه ديالي والحياه في ميدان الاعلاميات. ف اللي كيعرفني ف واللي متبعني في بالنسبه لهاد الورشه هذه ورشه الانفربرونيا، ف احنا الان يعني في مرحلة أخرى. الناس اللي حضروا في لو سيمينار واللي حضروا أونلاين في لو ويبينار فعرفوا المراحل وعرفوا الخطوات اللي يمكننا نتبعو. دابا الآن حنا في واحد الخطوة الأولى ديال لانفوبرونيا أو السر الأول ديال لانفوبرونيا. بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش لانفوبرونيا غادي نعطي واحد التعريف بسيط. لانفوبرونيا هو يعني بحال قلنا يعني تجارة على الانترنت، ولكن يعني الافكار كنهيكلوها وكنحاولوا نبيعوها. وهذا النوع من الاستثمار فهو بالطبع يعني هنا في المغرب مازال ما معروفش، ولكن في الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا شيئا ما، لكن هنا في المغرب مازال. وكيف تلاحظوا احنا هما اول ورشة اللي في المغرب وبالمجان، و جات كانت واحد التجربه يعني حنا كنا سباقين بالطبع. جات من ورانا واحد التجربه ستان فرونسي اللي كان يعني فرنسي اللي كان جا دار هنا واحد ان سيمينار دارو ب 7000 درهم في ظرف سيتي لو 27 يومين لو 27 و 28 جانفي يعني 27 28 يناير. يعني عطى يعني باع يعني بحال باع الفكره ديالو او باع لا ماشين ماركتينغ ديالو ب 7000 درهم ومشى فوالا. ولكن حنا هنا لا، حنا هنا يعني ورشه لانفوبرونيا يعني ورشه بالمجان وما عندهاش ربح مادي من بعد اكثر من انها عندها ربح العامه والاقتصاد المغربي. فما نطولش عليكم، نشوفوا اليوم الخطوه الاولى. الخطوة الأولى أو السر الأول ديال لانفوبرونيا اللي هو مهم جدا هو ليتا ديسبري. ليتا ديسبري أو الحالة الذهنية، يعني كيفاش لانفوبرونور يعني مقاول معلوماتي أو مقاول في الإعلاميات كيفاش يكون عنده
عنده لتا ديسبري ديالو او الحاله الدينيه ديالو. اول حاجه خص الحاله الدينيه اولا خص تكون يعني تكون عندك ايمان بهذه التجاره. يعني فاش نقول لانفوبرونيا باش نوضح لكم بالضبط بالنسبه للناس اللي ما شافوش لي فيديو قبل، لانفوبرونيا يعني هي بيع المعلومات، ماشي بحال ويب برونيا كتبيع منتوجات مفهومه، واللي تتعتمد هاد لانفوبرونيا على واحد استراتيجي ماركتينغ ديالك سوغ انترنيت. هنشوفوها من بعد في الخطوه السابعه غادي نوضح لكم مزيان. الان في هاد الخطوه الاولى او السر الاول، يعني لانفوبرونيا او السر الاول اللي هو ليتا ديسبري، خصكم ضروري تكونوا كتامنوا بهذا النوع من التجاره وهذا النوع من المقاولات، لانه مربح جدا وفي دول اخرى مربح مربح. والدليل على ذلك اذا كنت نفاجئكم ان كاينه بعض الشركات اللي كتربح، وكون نقول لكم تجيكم غريبه، بعض الشركات اللي كتربح تقريبا 11000 درهم في الدقيقه، 11000 درهم في الدقيقه، واللي هي شركات في 2015 كانت شركة كينج اللي مولات اللي معروفة بال لو جو سور انترنيت، او فوالا لو جو سور انترنيت ديال كاد كراش. فانها كانت كتربح، تصوروا انها كانت كتربح 11000 درهم في 2015 في الدقيقة، شي حاجة اللي هي مربحة. فلانفوبرونيا او الخطوة الاولى في لانفوبرونيا هي ليتا ديسبري، يعني خصكم تآمنوا بان هادشي راه مربح مربح، وخصكم تعرفوا كيفاش نعرفوا هادشي، كيفاش نشوفوا، كيفاش نهيكلوا، كيفاش نستمروا. المهم انكم تثقوا بالفكره ديالكم وتكون عندكم، تكونوا ايجابيين ما تكونوش سلبيين. لا والوقت لا زمان البلاد هذه هذا لا. سو اون فو فير كلكو شوز اون شيرش ان مويان، اي سو اون فو با اون شيرش اون اكسكوز. الا بغينا نديرو شي حاجه راه غادي نقلبوا على الوسيله، ولكن الا بغينا ما نديرو والو غادي نقلبوا على الاعذار. مساله منطقيه. ف ليتا ديسبري كنهضروا على الايجابيه، كنهضروا على ان جوج الحوايج، يعني حتى فاش تنقول ان الانسان تيكون مقتنع حقا غادي نقرر انني ندير يعني ندير شركه على الانترنت، ولكن خصها تكون يعني تكون مغامره، تكون مغامره محسوبه، غادي ندير دراسه، غادي ندير بيان سور بحث الى غير ذلك. والحمد لله في الورشه ديالنا هذا هو الدور ديالنا باش اننا نواكبكم ونساعدكم. الاخطاء اللي طحنا فيها حنا قبل ما تطيحش فيها نتوما، هذا من جهه. من جهه اخرى فاش نقولوا الايجابيه، يعني جوج الحوايج اللي يمكن اي مشروع، جوج الحوايج اللي يمكن ان تدمر المشروع، جوج الحوايج اللي ما تخليكش دير المشروع هو الخوف او الطمع. اذا كنتي كتخاف غادي دير والو، ولا طمعتي وكبرتي كرشك غادي تصدق انفيستي في شحال من حاجه وما رابح والو، دونك سي با لا بين. فلابد انكم تاخذوا قرار، تبداو ما تقولوش لا لا علينا لا نو. حنا الحمد لله الغرشة حنا موجودين، حنا تحت الإشارة. فخذوا قرار، ايماجيني بغيتو تبدلو الحياة ديالكم، بغيتو إلى ما أحسن بالطبع، فما عليكم تاخذوا قرار على بركة الله. ف كيف العادة باش تبقاو ديما موتيفي، تبقاو ديما شادين، المرة اللي فاتت شفنا يس، دابا غادي نشوفوا حاجة أخرى مهمة. كلكم دي ملياردير، وي حتى انا ملياردير، وي حتى انا ملياردير، وكلكم دي ملياردير. غادي نقول لكم علاش دي ملياردير. بوكو؟ باسكو هذا الا شي واحد طلب منكم منع في الملايير الملايير الملايير، باش يشري العقل ديالكم ما تبغوش تشريو، يعني عقلكم كيتبغى ملايير، يعني وزن دي ملياردير. كلكم زيد دي ملياردير. موعدنا الفيديو المقبل باش نشوفوا الخطوه الاولى، الخطوه الثانيه، لان هذه الخطوه الاولى ديال الحاله الدينيه خاصها يعني دي سيمينار، دي سيمينار دي سيمينار وما سيمينار شكرا فيها مينار. ولكن انا بغيت انا متنساش الاسئله ديالكم، حاولوا تحت. بالنسبه للناس اللي ما مابونيش يتابوناو، بالنسبه للناس اللي ما يديروش نوتيفيكاسيون ديروا نوتيفيكاسيون باش يبقوا ديما موجودين معنا. حنا راه الاشاره تنسي الاسئله ديالكم ولا التعليقات ديالكم كذلك، حتى على الباج ديالنا في الفيس ولا الباج ديالنا في الانستغرام ولا حتى في التليجرام. وسي حنا راه الاشاره معكم هشام عين الفيلاني.
ننتظروا الفيديو الجاي، وما تنساوش لي كومونتير و ابونيفو خارطو. السلام عليكم. السلام عليكم، معكم هشام عين الفيلالي. مبروك علينا الربا، الحمد لله. انا الان كنتحدثكم وكاين بعض السخات المطريه هنا في الدار البيضاء، الله يجعلها ان شاء الله تكون فعل حسن على هذا البلد الحبيب. ف معكم هشام عين الفيلالي. بالنسبه للناس اللي كيعرفوني، فانا الان عدت اليكم. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفونيش، فهشام عين الفيلالي يمكن ان تبحثوا عليا يعني في جميع محركات البحث، يمكنكم تشوفوا الحياة ديالي يعني في لا في المجال الفني، لا في المجال يعني في الإبداع وفي الإعلاميات كذلك. وهذا الشيء غادي نشوفوه في الفيديوهات يعني المقبلة إن شاء الله يعني بالتدقيق. اليوم يعني بعد غياب تقريبا ديال 4 سنوات أو 3 سنوات عن الإبداع وعن الابتكار، الآن يعني نظرا لظروف يعني عائلية وظروف شخصية بالذات وعملية وكذلك، أنا الآن رجعت لكم يعني بالجديد بالطبع. فاليوم يعني كنصدر بشكل رسمي، وإن شاء الله يعني نتمنى أنها تكون يعني كسابقة، ألا هي يعني انطلاق ورشة تكوينية، بيصير ورشة تكوينية لتأسيس يعني شركة أو مقاولة على الإنترنت وبالمجان، ورشة لكل من يريد يعني تأسيس مقاولة أو شركة بالمجان. يعني هذه الورشة هذه أنا كنتطوع أنني ندرس الناس بالمجان من ألف إلى ياء، يعني كاع جميع ما يمكن أن يعني تعرفوه وديروه في المجال ديال المقاولات عبر الإنترنت، أنا نساعدكم فيه باش الإنسان يمكن له أنه يكون يحقق الذات ديالو في هذا المجال، وما نبقاش إنسان اليوم 28 في الشهر ولا اليوم 29 في الشهر. يعني بزاف الناس اللي كانوا كيسالوا يعني الراتب الشهري ديالهم يكون اليوم يعني، فان شاء الله الا درتوا المقاولات ديالكم ما غاديش تبقاو تسينوا هذا النهار، غادي تكون واحد الحريه ان شاء الله، حريه ديال الذات وحريه ذاتيه. ف هذه المقاوله يعني كتميز ان غادي يكون يعني تكون شكل مراحل، كيكون من الف الى ياء، وغادي تكون فيها البصمه ديالي. هنا في المغرب مازال ما كايناش هاد الطريقه هذه، فربما في الولايات المتحده الامريكيه بالطبع وفي بعض الدول الاوروبيه يعني بدات كتنتشر، ولكن الان في المغرب مازال يعني كتنقولوا حنا مازال يعني مازال التريتوار لي فيرجون كو، يعني مازال فارغ، يعني مازال كاينه واحد نسبه كبيره من الفراغ باش الانسان الا بغى يدير المقاوله ديالو. وهاد المقاوله يعني ما كتطلبش استثمار، ما كتطلبش راس المال، كتطلب شويه من الوقت، وان شاء الله بالمساعده يعني بالتضامن ديالنا والتعاون ديالنا جميع، اننا غادي ننجحوا هذا المشروع هذا ان شاء الله بحول الله. فانا راه الاشاره هذا الفيديو هذا درته بالطبع باش نستشر معكم يعني فين كتبغيو يعني فين كتبغيو يكون هذا الورشه، واش تبغيوها تكون على شكل في البدايه بالطبع، لان ما خص الانسان يحاول يدير جميع يعني يشتغل على جميع الارضيات في نفس الوقت، لابد نبداو بارضيه واحده هي الاولى. يعني شنو كتفضلوا؟ واش نبداو على لو سيبور يعني الارضيه ديال صفحات الفيسبوك او قناه على اليوتيوب او موقع خاص بالورشه؟ يعني شنو كتفضلوا؟ وغادي تجاوبوا لتحت المقطع الفيديو شنو كتبغيو. يعني واش تبغيو تكون هذا استشاره، يعني كاملين حنا غادي نحاولوا نتعاونوا باش ننجحوا هذه الورشه، شنو كتفضلوا؟ واش تكون على شكل صفحه في الفيسبوك او على شكل قناه في اليوتيوب او على شكل موقع خاص بالورشه؟
فأنا كنتظر الأجوبة ديالكم وكل الأسئلة يمكنكم تطرحوها، وموعدنا إن شاء الله في الفيديو المقبل اللي غادي يكون وغادي يخصص بداية الورشة، يعني اللي هذه الورشة اللي غادي تكون تقريبا كتضم 9 المراحل. فنتمنى إن شاء الله أن ننجح هذه الورشة، والهدف هو أننا ننجحوا كاملين، ما تنطمحوش للفلوس، ما تنطمحوش للغنى، كنطمحوا أن المشروع ينجح لكل واحد. ومن بعد إلا جات شي حاجة من يعني جني المال من مورا النجاح، هذا هو اللي مهم، لأن الغنى اللي كيجي من بعد النجاح هو الغنى اللي كيستمر. موعدنا في الفيديو المقبل إن شاء الله، وكنسأل الأجوبة ديالكم. إلى اللقاء.